ناس انه كانوا مرضى، بل كانوا ما امراض مستعصيه. نعم. وبالصدق هذه شافهم الله سبحانه. هذا يا شيخنا واحد مريض عنده ولد، اول ما ولد هو تعبان مريض، الله خلقه مريض. يقول خلاص صرت انا اتردد اروح وارجع على هذا الولد، لا هو بحي ولا هو بميت، بس هم يعني انا وامه اللي هي زوجته، يقول قلبنا في الولد تعبان. يقول احنا في العنايه مركزه، يقول فاذا بولد صغير جاي العنايه مركزه اهله صار عليهم حاجث، والديه توفوا وما عنده، وهذا الولد ما له احد بعد الله عز وجل. فالامراه الصالحه عانت زوجها قالت يا وش رايك ان نكفر هذا اليتيم لعل الله عز وجل يشفي ولدنا. الشاهد يقول انا شارك هدايه الله، يقول انا طلعت، يقول خلاص انا ما عندي، وقعنا على ان نكفل هذا اليتيم. يقول رحت مكه وانا اطوف ادعو لولدي ان الله عز وجل يشفيه. يقول انا في هذه اللحظه انتظر اتصال المستشفى انهم يقولون ولدك توفى، لان حالته خلاص متوفى او متوفي. فيقول انا اطوف وادعي يا رب اشف ولدي، يا رب عافه، يا رب اشفه. فاذا باتصال المستشفى، يقول انا شفت الاتصال قلت بس الرجال توفى او الولد توفى. ارفع الاتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام، ولد فلان فلان. قال لي نعم. قال تعال المستشفى. قال توفى. قالوا تعال المستشفى. يقول يوم جيت المستشفى على الولد رجعت له الحياه، الله اكبر، نبضات القلب عادت الى طبيعتها. يقول فيه تحسن ملحوظ الان. هو انا يعني جايب ولده اللي متبنيه وجايب ولده اللي كان مريض. يقول الان ولدنا هذا اللي كان مريض الله عز وجل شافاه وخرج من المستشفى. يقول الان هذا الولد اي مشكله الكترونيه في البيت ما يصلحها الا الولد. الله عز وجل يقول رزقه ذكاء ورزقه فطانه، هذا بسبب كفاره اليتيم. والله عز وجل ترى دائما يجازي بجنس العمل. تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاولاد مبخله مجبنه. الشخص اذا جاء اولاد يخاف منه يدفع لان عنده اولاد، ومبخله يخاف من الحروب، يخاف انه يدخل في حرب لان عنده اولاد، يخاف عليهم انه يموت وما يكون احد يدفع لهم. فانت دائما تاكد ان الله عز وجل يجازيك بجنس العمل. الله عز وجل لما تكفر هذا اليتيم، الله عز وجل ما راح يضيع اولادك. بل يا شيخ ان في قصه، يعني قصه والشيء بالشيء يذكر، هذه قصه رجل توفى، يقول رايت في المنام ابلغ فلان ابن فلان السلام وابلغه ان الله يحبك. يقول مره مرتين ثلاث مرات، يقول في الرؤيه هذه يعطيني وصف البيت. يقول في ثلاث رؤى، يقول يوم جاء المره الثالثه يقول انا مهل جده، يقول اطلع مكه واروح على الوصف لين القى الرجال. السلام عليكم، انت فلان فلان؟ قال لي. قال هذا بيتك؟ قال لي. قال اسالك بالله وش تسوي؟ قال ليش؟ قال انت وش انا ثلاث مرات شفت ان الله عز وجل يبلغك السلام، انت وش العمل اللي قمت فيه وجعل الله عز وجل يجيبني من مكه ويرسلني لك ويبلغك السلام؟ قال كل ما في الامر ان انا كان انا ورفيقي ساكنين مع جنب بعض، فتوفى رفيقي. يقول عائله رفيقي ما عندهم الا الله عز وجل ثم انا. فيقول تقاسمت الراتب معهم. يقول الراتب كان ما تزوجت لكن تقسمت الراتب معهم، راتبي 8000 اعطيها 4000 وبقي لي 4000. يقول من سنوات انا على ذا الحال، 4000 4000 خمس يزود الراتب 4000 يقسمه بالضبط. يقول فالله عز وجل قال ابلغ فلان، ابلغ فلان بفلان السلام وابلغه ان الله عز وجل يحبه. سبحان الله، ترى الصدقه خير وصدقه برهان. والصدقه الله عز وجل يعني اذا اراد بك خير جعلك تنفق في امثال هذه الاوقاف، لانها بتكون لك وقف جاري مدى حياتك. وترى ما هي بشيء والله كثير، 350 ريال والله انها في طلعه، في مقاضي العيد، في روحه، في سفره، يعني السفره تدفع 10 اضعاف 3500 4000. فانا اقول لك هذا الوقف فرصه بين ايديكم في يوم عرفه، يوم يعني خير يوم طلعت فيه الشمس، ادعى الله عز وجل وقدم بين هذه النجوى صدقه، يعني من فطاره المؤمن ومن ذكاء المؤمن وتوفيق الله عز وجل للمؤمن انه يلتمس مواطن اجابه الدعاء وانه يفعل اسباب اجابه الدعاء. فلما انت تكون في يوم عرفه وتقدم بين يدي نجواك صدقه وتظن ان الله عز وجل بيردك، حاشا لله والله ما يردك. 1000 شخص من 350 ريال نقفل هذا التحدي، وانا اثق بالله عز وجل انه راح نقفله. ليش؟ لان في نهايه الامر ومثل ما قال مشايخ، ترى ما بيبقى لك انا اللي حطيته قدامك، ترى ما تركته وراك بكل ذريتك. ممكن احدهم يذكرك، وممكن في ناس ما ذكروهم. وامس جالسين مع رجل اسمه ابو عبد الرحمن، يقول هذا الرجال الله معطيه وباسط له في الرزق. يقول اتصل علي رفيقي وحالته صعبه، يقول انا الله معطيني، اتصل علي سلام عليكم، وعليكم السلام، تكفى ابغى 300000. يقول انا 300000 يعني الله فاتح علي ورازقني، وهذا رفيقي قلت بعطيه 300 ولا بسأل عنها. يقول والله اني من يوم اعطيته اني مسامحه
ولا ابغاه خلاص هذا رفيقي. شاد يقول 300,000 هذه يقول تاجر فيها تاجر ومنها منه والله وفقه ورجال فتح الله عليه وصار حتى هذا الرجل رجل اعمال. يقول بعد فتره بسيطه توفى هذا الرجل. اتصلوا علي ابناء هذا الرجل السلام عليكم. وعليكم السلام. قال ان والدنا كاتب في ورقه لك 300,000 ريال. هو يقول انا مسامح بالفلوس هذه وانا ما ابغى هذه الفلوس اصلا بس انها يعني من باب اني ابى اشوف بيجيبونها ما بشوف انا. قلت لي نعم انا مسلف ابوكم 300,000 واباكم تجيبونها. قال نبيك تسامحه. قال ما بنتم بخير؟ قال لا والله انا بخير والفلوس والد لكن ما نبي نعطي. قال طيب ابوكم بقاكم هذا المهر. قال الفلوس هذيك كانت لابوي الحين هذه الفلوس لنا وال300,000 هذه اذا بتسامحه بقى الارث. ايه اذا بتسامحه سامحه ما بتسامحه ترى احنا والله ما بنعطيك اياها. شفت كيف؟ ايش يعني انت لازم لازم انك تضمن نفسك لا تنظر لا ولد ولا تنظر زوجه ولا تنظر ذري انتظر انت نفسك الله عز وجل من عليك بهذا المال يا اخي قدمه يا اخي ترى المال هذا بيفنى والمال هذا بيروح والدنيا ترى هي ساعه نجعلها طاعه النفس طماعه ارغمها القناعه لابد ان يكون كل يوم تتصدقه لان ياتي ملكان يا شيخ تخيل او شيخ ميل تعطيني الحديث اي نعم ما من يوم تطلع شمسه او كما جاء في الحديث الا في ملكان احدهما يقول اللهم اعط كل منفق خلف الله اكبر واعط كل ممسك تلف اللهم صل او الثاني يقول اعط كل ممسك